بعيني من اليوم ورايح بعد ما راح تستشيرني. شنو راح اقول لك بالحلقه هذه وايد حلوه وراح تفيدك. شوف شلون تعرف بعض الاعراض بجسمك من غير ما تكلم اي احد، انت تكتشفها بنفسك. اليوم راح نتكلم عن اعراض البي كومبلكس. اوكي، ابيك تعرف الاعراض اللي فيك، اي واحد من البي كومبلكس، هل 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. اوكي، قبل ما نبلش الموضوع خلنا ناخذ قاعده جدا مهمه. عندنا الفيتامينات نوعين، اليوم بتكلم عن الفيتامينات اللي تذوب بالماء. في عندنا فيتامينات تلصق بالدهون، يعني شنو تذوب بالدهون، يعني تلصق مع الدهون، ولكن اللي تستنزف بسرعه فيتامينات تذوب بالماء اللي اليوم راح اتكلم عنها. زين ليش تطلع هذه؟ تطلع هذه لانه خلاص يعني لها وقت معين وتستهلك جسمك يستهلكها. ولكن في شيء، ركز على الكلمه هذه وركز عليها، في شيء اذا سويته البي كومبلكس كله يطلع. زين شنو هالشيء؟ الكافيين يا جماعة. إذا أنت وايد تدردع قهوة، وايد تدردع جاي، وايد تشرب مشروبات فيها كافيين، ريد بول، ميلك شيكن، المهم وايد في كافيين، راح يصير عندك إدرار، بعد هالإدرار شنو؟ راح يستنزف منك البي كومبلكس. الحين حفظنا، نفترض أنت وايد تدردع قهوة وعندك بعض الأعراض، زين أنت تكتشف العرض اللي فيني نقص أي فيتامين فيهم. ركز معي، شوف أبيك تدش جوجل، سهل جدا، اكتب أعراض فيتامين بي 1، شوف اعراضك ايه هي نفسها معاهم ولا لا. مثال يعني انا مثلا اذا نقص البي 1 شنو احس؟ احس ان الذهن مو 100%، بسرعه شيء ادمع، اصير حساس، معناته البي 1 نقص. مثلا صارت عندك شغله الفلانيه، دش اكتب نقص فيتامين بي 2، شوف عرضك موجود ولا لا. عرفت شلون؟ بعدها اخذ الفيتامين هذا، يا تاخذ لك بي كومبلكس او تاخذه من الخميره الغذائيه، طبعا افضل من البي كومبلكس لانها طبيعيه. واضح؟ بعدها ما راح حتى تكلمني. عرفنا شنو الحين الموضوع؟ شوف شنو اعراضي واكتب الفيتامين المعين. ما ضبط الفيتامين 3 4 5، لما تشك راح نتكلم عن اعراض نقص الزنك. يعني اذا نقص الزنك بجسمك هل في اعراض معينه؟ اي في، ولكن انتبه معي وانتبهي معي. مو معناته الحين تكلمت وقلت لك العرض الفلاني العرض الفلاني على طول حضرتك او حضرتك، الو السلام عليكم، هلا صيدليه شلونك؟ عطني كرتون زنك. اي والله ناقص عندي، عطني 2 كرتون حق الشهر الجاي. يعني غلط، لا 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 تاخذ مكمل. شوف اكل الله سبحانه وتعالى في زنك، اموره طيبه وايد بعد، ولكن وين المشكله؟ ان الزنك لما قلي 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 ام قلي 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 يطلع، قلي 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 يطلع، جسمك ليش ما يمتصه؟ لان ما عندك حمض معده قوي. الزنك معدن قوي يحتاج حمض معده قوي، فاذا يحوشك حارج ارتجاع مريء معناته الزنك مو قاعد ينهضم، فلا تاخذه مكمل. اوكي، زين شنو من الاعراض؟ المناعه عندك مو قويه، ليش؟ لان الزنك شو يسوي؟ يقوي الخلايا المناعيه، وايضا شنو؟ شعر الحواجب، اللحيه يقوم يحط بجسمك، ليش؟ لان الزنك مساعد قوي حساس بصيلات الشعر، وايضا الرغبه الجنسيه خرطي، ما تحس داخل شيء، لا قدره ولا رغبه، يكون ناقص الزنك. وايضا اذا شفت الجلد وايد ناشف، من المسؤول عن الجلد؟ فيتامين اي، ولكن من اللي يدق سلف فيتامين اي؟ الزنك. عرفتوا يا جماعه؟ ومهم جدا حق الحيوانات المنويه، اللي عندهم حيوانات منويه ضعيفه ضروري جدا، قلت لك قوي حمض المعده عشان الجسم يمتص الزنك، ولكن اذا تبي كثافه امورك طيبه تقدر تاخذه على شكل مكمل. عرفنا يا جماعة أهم شيء؟ ألو صيدلية طول بالك، أكلك لله أمورك طيبة، تبي تعززه ممكن تأخذ من برا بس مو على طول، شوف المسبب الأساسي شنو قلنا؟ حمض المعدة. واضح؟ يلا يا هلا مرحبا، شلونكم؟ شخباركم يا جماعة؟ بالنسبة حق الفيتامينات المعادن، وايد في أشخاص ومنهم أنا أتكلم عن أعراض الفيتامينات المعادن، ولكن شنو يصير بالشخص؟ يقوم على طول يدور مكملاته او يشتري. انزين كم فيديو انت راح تشوف؟ وايد، يعني معناته كل شيء تشوفه تبي تشتري. كم فيتامين راح يكون عندك؟ كم معدن راح يكون عندك؟ انزين انا بسألك سؤال، شنو الدليل ان جسمك محتاجه؟ شنو الدليل؟ دليل العرض؟ لا، العرض مو دليل، العرض يقول لك خلل بجسمك، ولكن العرض هذا مو معناته جسمك يبي الفيتامين هذا، قد يكون متوفر باكلك ولكن جسمك مو راضي يمتصه. يعني تخيل جسمك مو راضي يمتصه، موجود بجسمك وايد ولكن مو داش الخلايا، زائد انت تسوي تاخذ من برا فيتامينات ومعادن، تدري ايش راح يصير بالكلى؟ راح تفول. كم فيتامين كم معدن؟ تخيل كثره الاكل الطبيعي، ها الاكل الطبيعي كثرته مضر،
يضايق الكبد والكلتين، فما بالك انت قاعد زوده من برا. انتبه، اكل اكل الله، امورك طيبه، اهم شيء يكون عندك حمض المعده زين، الامعاء 100%، وبعدها امورك طيبه. اما والله اذا انت مثلا ما تاكل الاسماك، هني ضروري اقول لك خذ مثلا الايودين او مثلا اليود او اعشاب البحر، لان انت ما تاكل، فعرفنا واضح الدليل. ولكن اذا انت تاكل كل شيء لا لا تاخذ، انتبه. يعني بصراحه انا وايد مغرب، احد المتابعين دز لي صوره والله العظيم على بالي صيدليه، والله يكثر الفيتامينات والمعادن من بنات من شباب، ليش؟ يعني شفتوا هذا اللي عنده بطولات ماراثون حاط كوس، هذا شيء مسوي فيتامينات وايد، زين راح تاخذهم؟ لا. زين راح ينتهون؟ نقطهم بالزباله. تلوس تلوس كل شهر قاعد تشتري، مو حرام، هذا اسراف. اخذ اللي ناقصك مثلا. يعني انا استغرب بعض الاشخاص، اخذ البي كومبلكس، ليش تاخذه كله؟ ليش تاخذ مكمل في بي كومبلكس في من 1 ل مثلا ل 12؟ ليش تاخذ كله؟ ليش؟ انت جسمك ناقص مثلا بي 5 بي 5 بي 7، يمكن ناقص بي 1، اخذه بروحه من الاطعمه بس. ليش تاخذ هذا كله؟ ليش؟ وين المشكله؟ ترى وين المشكله؟ ان الكلتين ترشح الدم، ترشح ترشح وتنظف تنظف، انت زودت تنظف تنظف الكلتين. السلام عليكم. عليكم السلام. الكلتين تقول شيء يا طيب عندنا هذا، انت ليش جايب من برا؟ والله كذي ماخذه، يعني انت بتتعبني، بس بعدين اذا كبرت انا ما اقدر انظف، انت قاعد تستهلك قوتي، فحافظ على قوه الكلتين والكبد عشان الله يطول بعمركم، العمر قدام، فلا توصل حق عمر معين الكلتين تقول لك مع السلامه انا ما اقدر اشتغل، روح سوي غسيل. ليش تبي تسوي غسيل؟ لان انت استهلكتها، قاعد تعطيها اشياء زايده عن اللزوم، واضح؟ يا هلا مرحبا، شلونكم؟ الحين انا رايح الشاليه، شنو ماخذ معي؟ خل اوريكم هذه الجنطه.